هو المضبوط، ما حدا مهضوم غير السوبر ستار سعادة السفير راغب علامي. بونجور. يسعد الصباح، كيف حالك؟ أنا منيحة ونورت لنا صبحيتنا مثل ما نورت كمان مهرجانات جوني، وتحديت كل الظروف الصعبة وكلمتك كانت كتير مهضومة إنه إذا ما إجا سواح مش مشكلة، هني خسرانين. مزبوط هني خسرانين؟ والله هو المزبوط، لأنه ما في أحلى من لبنان. هني بيعترفوا بأنه ما في أحلى من لبنان، حتى الشعب اللبناني بيروح بيطلع على أوروبا على أمريكا ما بينبسطوا إلا بلبنان، إنه بلاد حلوة وكل شيء، إنما لبنان الجو والعالم الناس غير شيء صراحة يعني، وكأنه في هجمة على لبنان إنه لا يعاقبوا لبنان، ولبنان ما عمل شيء يعني لا يعاقبوا إنه ما تجوا على لبنان. المنظر اللي عم شوفه الناس من بالمهرجانات سواء بجوني ولا بيبلوس ولا بيت الدين، هيدا منظر كفيل إنه يبعث رسالة للعالم، لأنه ما يصدقوا كل ما يقال من هرطقات تجاه لبنان. لبنان مثل أي بلد تاني عنده مناطق ساخنة مثل طرابلس وصيدا سابقا قبل ما يستتب الأمل وبعض المناطق الساخنة. المناطق التانية يعني مثل جوني، جبال، البترون، كسروان، المتن، سوليدار، ما فيهم شيء شيء أشرفية، إنه هيدا بكل أحوال العالم اللي بيجوا على لبنان بيجوا على المناطق، عرفت كيف؟ فهالهجوم علينا انه لا يضرب السياحة شغلة بشعة كتير، ونحن منرد عليها بس بالاغاني وبالمهرجانات، بانه نقول للعالم ما في احلى من لبنان. بالفعل يلي تابعوا وحضروا وسمعوا ويمكن اقله ويمكن قريوا خبر على الانترنت او بالجريدة وشوفوا قدي كانت الاجواء رائعة، بيقولوا يا ريت ما ردينا على العلم انه في كتير من الاشخاص ومن الاجانب ومن الاخوان العرب اجوا على لبنان، ما عم يمنع شيء ابدا. شوفي أنا اليوم موجود بمنطقة ظهر الثوين، عندي جيران كتير من دول الخليج العربي، ويعني ما ردوا على المخاوف اللي بعتولون إياها، ويجوا وعم بيقولوا لي نفس الكلام، بيجوا بيزوروني وبيتعرفوا علي، بيقولوا لي إنه وين ما يبرم العالم ما راح ينبسطوا إلا بلبنان، فبقولوا وين في مثل هالطقس، وين في مثل هالمطاعم، وين في مثل هالشعب، يعني الحمد لله كتر خير الله إنه لبنان هيك وشعبه هيك، والله يبعد السياسي عنا ليرجع لبنان يكون أحلى من هيك. هيدا يلي منتمنيه. راغب علامي، شو طلع لك من هالبلد؟ أنا طلع لي أكبر شيء بالدنيا، حب الشعب اللبناني لا يقدر بتمن، حب الشعب هيدا اللي رفعني من لا شيء، من تحت الصفر، كنت تحت الصفر وعملني نجم بكل بقاع الأرض. فكرك لولا اللبنانية كانوا موجودين بالخارج، أنا كنت قدرت زرعت اسمي بالخارج؟ أكيد لا. كله هذا الفضل للشعب اللبناني الموجود بلبنان وخارج لبنان، لأنه هول الشعب، الشعب اللبناني هالناس هن سفراء لبنان الحقيقية يلي زرعوا برا، يعني بالحقيقة هن عم بكونوا قوة اقتصادية كمان للبنان، لحتى ما يقدروا يعني اليوم الشغلة الوحيدة اللي ما عم بتخلي العالم يضرب لبنان اقتصاديا أكثر من هيك، إنه الشعب اللبناني اللي برا بعده متواصل مع شعبه وعم يدعم بلبنان. مزبوط. يعني مليارات الدولارات تحول سنويا من المغتربين الى 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 اهلهم هون، هيدي قوه اقتصاديه لا يستهان بها. وانا بقول كمان انه الشعب اللبناني لولي انا ما قدرت زرعت حالي برا. منصبك كسعاده السفير يعني قد ايه عم تقدر تخدم من خلاله؟ بنعرف احنا اساسا راغب علامي يعني بلش قبل الكل وقبل ما ياخذ المناصب والالقاب، حربت من خلال الكلمه، من خلال المدارس، من خلال العلم يلي قدمته للطلاب. صح. اليوم هلا بالاضافه او المنصب يلي صار رسمي اكثر، شو قدرت من خلاله تعمل؟ لا نحن دورنا اليوم كثير انه نوعي، انا كل خطتي اليوم اني ازرع عند هالشباب وعند الاطفال بالمدارس، حيكون لنا برنامج مع الأمم المتحدة للدخول إلى أفكار الأطفال كيف يقدر يحافظوا على البيئة، وهيدي أكبر خدمة ممكن نقدر نعملها. وطبعا هني يعني بيختارونا كناس نقدر نأثر على الطلاب، على طلاب المدارس والجامعات وعلى الناس الجمهور اللي بحبنا نحكيهم بمواضيع كمان يقدروا يسمعونا لها، مش ضروري تكون بس غنية. وهيدا دورنا نحن هون، نحن منا سلطة
تنفيذية يعني لحتى نمنع قطع الشجر، نحن سلطة تأثيرية انه نخلي الواحد يحس انه لما بيقطع شجرة انه عم يرتكب جريمة. نعم، يعني بنتمنى تضل هالأشجار، ومثل ما بنتمنى هيك العلم اللبناني يضل يرفرف، إن كان حطيناه على التلة أو على مبنى أو على البيت أو على راسنا لازم يكون. وكانت تحية منك، وما ولا مناسبة بتفوتك، يعني كل الناس يمكن كانوا مفكرين ملتهي بغنية شو مهضومة اللي قدمتها مؤخرا، وكانت كتير مهضومة، فجأتهم ببوس العلم وعلي راسك. بوس العلم وعلي راسك، هذه تحية لكل مواطن لبناني آمن بالعلم، تحية لكل جندي لبناني ولكل ضابط لبناني ولكل العسكر بلبنان، لأنه أنا يعني يمكن هي غنية كانت وطنية، حتى حبيت أن أذكر الجيش وبطولاته بقلبها، لأنه لولا الجيش نحن لبنان كان أرض مستبيحة أكثر من هيك بكتير. وهذه تحية مني لا 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 أبطال الجيش اللبناني اللي عم يضحوا بدمائهم وبحالهم وبأولادهم عشان يخلونا نعيش بأمان. الأغنية هايدي لما صار في هجمة ضد العلم اللبناني، ضد الوطن، ضد الجيش، وشارك فيها للأسف فنانين، يعني للأسف يعني ما في كتور غير هيك، وباعتراض أنه قتلوا جيش والآخرين. ردي أنا كان هالغنية لتكون للتاريخ، نشيد وطني شعبي يغنى وين ما كان، يغنى مش بس بالمناسبات الوطنية، لأنه أغنية هاي مثل فيها تكون مثل راجع يتعمل لبنان بهال مثل بحبك لبنان، عرفتي؟ غنية مش محتاجة مناسبة، الأغنية هي المناسبة، الأولاد بغنوها، الستات بغنوها، الناس بالشارع بغنوها، بالحفلات تغنى بأي وقت لازم تغنى، لأنه لازم دايما نخلي العلم يرفرف، هيدا العلم اللي بيجمعنا. والكلام تبع طبعا الأغنية، أنا بدعي أنه إيد بإيد نحن نرجع نقدر نغني، ولبناني بيجمعنا من كل الأديان، لو على الشيء لو على الشوكة ولو على الريش، لبنان بده يرجع يجمعنا. هيدا لبنان هو الواحد اللي نحن لازم يكون واحد حب وسلام ومحبة وأمان وتوافق واتفاق بين الشعب اللبناني. السياسة بتفرق يصف له هاي شغلتهم، نحن مقابلهم واقفين لهم بالمرصاد وبدنا نجمع. وبالأغاني صدقيني صدقيني كل ما حدا بيسمعها بيعرف شو قيمة الواحد أن يتفق مع خيه المواطن بالبلد، بغض النظر عن طيفته ومذهبه. أنا مبارح كنت عم بتغدى أنا والصديق الوزير زياد بارود، كنا عم نسمع الغدي، شو بيقول لي هيدي صدقني يا راغب أغنيتك بحسها مثل كأنه بيان وزاري، يعني هالقد كان تعبيره. حبيت يعني بس أقول، قلت له الله على كلمتك، قلت له هالكلمة خارجة غنية مزبوط. فعن جد هي بيان للشعب اللبناني بأنه ندل نحافظ على هالعلم، بلدنا حبنا، نحن عم نخزق فيه، مش نحن السياسة عم تخزق فيه، السياسة للأسف اللي عم تلحق السياسية على العمى، يعني ما عم نقول لهم ما تلحقوا السياسية، بس طالبوهم للسياسية، طالبوهم بأنه يعملوا واجباتهم تجاهكم، طالبوهم عندكم حقوق يعطوكم إياها، طالبوهم بأنه يخففوا الضرائب على الناس ببلد الدولة مش عم تقدر تعمل شيء. أنا قلت بآخر اللقاء لعلي بجريدة الجمهورية، قلت أنه يعني يكاد يكون الوحيدين يلي يستحقوا ضرائبنا هن الشعب اللبناني والقوى الأمنية، لأنه غير هيك ما في إنماء. شوارع من سنة الستين ما في شوارع جديدة، إلا لما إجا الرئيس حريري الله يرحمه عملنا كم شارع وأوتوستراد، غير هيك ما حدا فكر حتى لا بعجقة السير، لا بتنظيف الهواء، لا بزيادة الزراعة، لا بالإنماء الزراعي، لا بالإنماء، إنه كل بالهم بس يتخانقوا ويستعملوا التلفزيونات وسائل الإعلام منابر للتعبئة ضد بعض، يلي بثمانية بسب 14 واللي ب14 بسب، مشان هيك ما عندهم وقت يشتغلوا. ما عنده وقت الشغل بالضبط، المفروض يحطوا اثنين من نفس المجموعة، يعني اثنين من ثمانية يتخانقوا على الهواء يشوفوا شو بدي يعملوا بلبنان، شو بدي يقدموا، يعني من نفس الفريق هيك المفروض يخلوني يتحدوا شو بدي يقدموا للبنان، شو بدي يعملوا انماء للمواطن، للسياحة، للزراعة، للصناعة.
يعني قدين حكى انه راغب علامي رح يترشح على الانتخابات النيابية، وقدين احنا انبسطنا انه اكيد بتكون فاعل وفعال بمجالك. يلي عم بيصير بخليك تضلك متحمس للفكرة؟ ليليان لقلك بكل امانة، النظام الطائفي بلبنان لن يسمح لأحد انه يشتغل. نظام طائفي بيجي ليخرب. اذا ما كان نظام وطني، نظام مبني على الوطنية مش على الطائفية، ما تتأملوا خير. ما في حدا بيقدر يجي ويعمل، يعني بيقدر يعمل واحد بوزارة من خلال مثله، عم بقلك مثل وزير بارود اشتغل بوزارة لما كان، لأنه ما كان تابع لحدا، وآخر شيء هرب، هربوا وقرفوا لأنه ما تابع لحدا، لأنه هيدا بده يشده يكون تابع له، عرفتي؟ وكان هو كريم النفس وعزيز النفس ووطني من المواطن من الدرجة الأولى، قال لهم اسمحوا لي وبمشي. يعني الوزراء اللي من هالنوع يلي هني مش بيجي الزعيم تبعهم بيقول له بدك تعمل هيك غصب عنك، لا، الوطنية هي اللي بتحتم عليهم يعملوا واجباتهم تجاه المواطن. اليوم أنا بقول لك طيب الدولة تاخذ ضرائب من المواطن، شو بتعمل له؟ تاخذ ميكانيك بس أعطيك مثل بسيط، إذا في جورة بالشارع بتدلى سنة ما حدا بيقرب لها، وآخر شيء بيقولوا له سقطت سيارتك بالميكانيك. وبنفس الوقت واحد بيكون سيارته 2011 تسقط بالميكانيك وماشي بالطريق، سيارته في حده 10 سيارات عم بتطلع دخنة من هون لهونيك، ما فيها ضوء ستوب، ما فيها شيء. كيف المواطن بده يشعر بالعدل؟ عرفت كيف؟ فهيدي نرجع على فكرة شو وقفت علي، لأنه كل واحد لأنه كل واحد آخر شيء بدير على زعيمه وطايفته. لما بحدا بيحكي معه بيقول أنتوا عم تقربوا على طايفتي، طب يا أخي نفذ، أنا بقول لك التاني من الطايفة التاني من ما بيعمل. عرفت كيف؟ هاي المشكلة. المشكلة هيك، وما قلنا إلا نبوس العلم ونعلي راسنا. بدنا نبوس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، أرضك، شعبك، جيشك، ناسك، هن رمز الوطن الغالي. لازم نتوحد لنعيش من كل الأديان، لو على الشوك ولو على الريش، بيجمعنا لبنان، والله يحمي لبنان. الله يحمي لبنان. وعيدوك إياها مرتين بالمهرجان، نحن بدنا إياها بس هيك شقفة صغيرة بصوتك. بدي اسمع من عندكم ديريك بعدنا الصبح يعني بعد لا فضل اسمع مثل ما هي. رح نسمعك اياها ونستمتع فيها، بس قبل ما نختم راغب عليمي، يعني سؤال هو غير سياسي ولكن بيشغل بالكتار، يمكن مرقنا بشكل سريع عن الفنان يلي اعتزل الفن واعتمد السلاح والقتل. منقول بالعادة يلي بيحمل فن بقلبه، الفن هو رسالة سلام، هو رسالة حب. برأيك شو ممكن يصير بأي شخص فنان كان بيوم الأيام وحساس يتحول إلى قاتل ومجرم ومتباهي بأفعاله؟ يعني الله يعني العدل عند رب العالمين، العدل عند الله. الله هو اللي نهي لك الإنسان عم يأذي. هاي أفضل كلمة مش عنا نحن، بس واحد اكيد بيتفاجئ لما نقول الفن هو نزح. حب وهو فرح. انا اللي بكون قدوه انه بزعل كثير، وبالاخص على شخص صوته حلو، يعني بزعل كثير عليه، ولبل يمكن قلبي ما بيسامحه على اللي طلع على التلفزيون قال انه قتل اثنين من الجيش اللبناني. بالنهاية القانون والعدل بيرجع بياخد مجراه، وفي عدل رباني بيرجع بحاسب كل إنسان. معك حق، مين نحنا؟ في ربنا. بس يمكن ردك كان ببوس العلم وعلي راسك، والتحية الكبيرة الدايمة منك للجيش اللبناني. هيدا أكبر رد، لأنه رد للتاريخ مش لليوم وبكرة، رد لكل الأيام اللي جاي، للمستقبل كله. الله يطول بعمرك ويحميك ويكتر من أمثالك يا رب. حبيبتي مرسي لي، يعني كل موفق، وكمان مرة مبروك. يسعد صباحكم. باي باي.